بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع درسنا لهذا اليوم من دروس الدورة التعليمية والذي سنتحدث فيه بإذن الله عن اختصار لعبارة إيكو أو إيكو المختصرة أو الطباعة المختصرة، فلنتابع معا الدرس. كما تعرفنا سابقا على أن بي اتش بي تدعم إيكو كما لاحظنا. وكذلك تدعم عبارة برينش. نلاحظ تعرفنا على عبارتين تاليتين سابقا، لكن لدينا اختصار. مثلا لو كنا كتبنا كود الشيمل التالي، بدل ما نكتب بي اتش بي ايكو ثم نكتب النص الذي نريد طباعته، بحيث يمكننا كتابة اكواد بي اتش بي داخل وسوم اتش تي ام ال. نلاحظ هنا دي الخيار الجديد، يمكن نلاحظ هنا لم نتعرف عليه سابقا. يمكننا كتابة كود بي اتش بي التالي هنا، يمكننا كتابته داخل وسوم بي اتش بي اتش 1 او فقرة باراجراف او ديف او ما الى ذلك. جل الوسوم سنتعرف على هذه الامور باذن الله، ولكن الاختصار لهذا اليوم يمكننا حذف ايكو بي اتش بي على الشكل التالي وتعويضهم بعلامة يساوي كما نلاحظ هنا. والعلامة التالية يساوي معناها بي اتش بي تعوض الايكو، لان البي اتش بي يمكننا كما تعرفنا على ذلك سابقا يمكننا كتابتها علامة استفهام والقوس، وكذلك نغلق بعلامة استفهام قوس. نحذف الثالي ونذهب لنعاين هل سيطبع لنا بالفعل نفس الكلمة التالية التي أدخلناها هنا. كذلك يمكن استعماله مع المتغيرات إذا كان لدينا أي متغير يمكن طباعته بنفس الطريقة. نحفظ التغييرات ونذهب نعاين ريفريش. كما نلاحظ هنا أنه بالفعل أدخله لنا الكلمة بالـ H1 التي أعطيناها إياها. وإلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا هذا، نلتقي مع الدرس المقبل بإذن الله.